أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. أرجو أن حضراتكم تنتبهوا معنا في هذه الفقرة لأنها فقرة تهم كل بيت وكل أسرة وكل ميزانية لكل أسرة. إحنا في أيام صعبة، والحقيقة مش إحنا بنتكلم هنا على مصر، أنا بتكلم على العالم كله بيمر بأيام صعبة بسبب أزمات سياسية وعسكرية لا ناقة لها لنا فيها ولا جمل، لكن إحنا بس بندفع فواتيرها. كلام كتير سمعتوه في الفترة اللي فاتت عن ارتفاع في سعر البترول وارتفاع في سعر الذهب وارتفاع في سعر الدولار وارتفاع في سعر العملات، بالإضافة للخبر اللي في ناس كتير اتخضت منه حتى وهي مش فاهمينه بتاع رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة وتأثيراته علينا، وناس قالت لك يا نهار اسود ده بدأ وهي مش عارفة ايه العلاقة أساسا بيننا وبينهم، وناس مترقبة قرارات البنك المركزي المصري نهاية هذا الأسبوع، هل هيرفع فائدة هينزل شهادات تانية، كلام كتير متعلق. والسؤال الأهم اللي كلنا بنسأله جوه كل بيتنا، طب نعمل إيه؟ نوقف صرف؟ اللي معاه قرشين يروح يشتري ذهب، يشتري مش عارف في أسهم، اللي عنده أقساط يعمل فيها إيه؟ طب اللي داخل على أقساط وعايز يشتري حاجة بالقسط يعمل فيها إيه؟ نوقف ما نوقف؟ قصة كبيرة جدا. والحقيقة لو حد، وأنا عارف إن كان ده كلام كمان اللي هيقوله ضيفي العزيز، لو حد عارف بكرة هيحصل إيه؟ أنا بقول لكم إنه كذاب. كل اللي هنعمله إن إحنا هنحاول نقرا النهاردة ونسيب بكرة لربنا. دكتور هشام ابراهيم الصديق العزيز، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، مساء الخير يا دكتور، مشرف ومنور وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انت متفق معايا انه في الحاله الضبابيه اللي احنا فيها دي اي حد يفتي ويقول لك بكره هيحصل كذا يبقى ده ضرب من الخيال؟ ده مش بس على مستوى الفرد، ده على مستوى مؤسسات ماليه دوليه، صندوق النقد، البنك الدولي، غير قادرين على استقراء مش بس الاجل المتوسط والطويل لكن كمان الاجل القصير. كل ما يصدر من تقارير مجرد إشارات عن مخاوف يمكن أن تحدث، مؤشرات يمكن أن تتحقق على أرض الواقع فيما يتعلق بحدوث كساد كبير، حدوث انخفاض كبير في معدل النمو الاقتصادي العالمي، انخفاض في حركة تدفق رؤوس الأموال، انخفاض حركة التجارة الدولية، سلاسل الإمداد شلت تقريبا. فالحقيقة دي كلها تقديرات متوقفة على السيناريو اللي هيحدث في أوكرانيا. هل روسيا هتتراجع؟ هل الولايات المتحدة بقيادة الغرب هتتراجع؟ لكن على ما يبدو أنه حرب تكسير العظام ما زالت مستمرة. صحيح. وكل طرف بيستهدف تحقيق مستهدفاته ولن يتنازل ولن يتراجع عن تحقيق مستهدفاته. هي المشكلة هنا يا دكتور، أنا متفق معك 100% إنها حرب تكسير عظام وزي ما بيقولوا كده لعبة عض الأصابع لحد ما نشوف مين اللي يقول أي الأول. هي المشكلة إنها بتحصل ما بين قوى كبرى زي ما حضرتك تفضلت بقيادة روسيا، والناحية التانية الناتو والغرب بقيادة أمريكا. للأسف هما الاتنين يقدروا يستحملوا شوية عض الأصابع. المشكلة إن إحنا داخلين في اللعبة وإحنا مش قوى كبرى، فبالتالي عض الأصابع هيجي علينا بعض النواجيز. متفق مع حضرتك، بس كمان حتى كمان الدول العظمى امريكا والولايات وروسيا اتصور ان هم كمان هيتأثروا طبعا تحت ضغوط مش بس على المستوى الاقتصادي لكن كمان على المستوى السياسي. وقادة الرأي والفكر ومتخذ القرار في هاتين الدولتين معرضين في اي انتخابات ان هم يفقدوا مواقعهم. طب هم ربنا يتولاهم، لكن خلينا نقول ان المشهد بيتغير. ما يتعلق بمصر، خلينا نبدأ الأول بحديث وطني خالص بعيدا عن التهويل أو التهوين علشان يكون المواطن على علم بما يحدث. بداية مصر دولة كبيرة، دولة قوية، هنتكلم دولة مش بس بحكم التاريخ والجغرافيا لكن كمان بحكم الواقع والمعطيات والإمكانيات. مصر دولة مهمة جدا، هنتكلم دولة 100 مليون، زيادة سكانية 2-2.5% عاملة لنا تحدي، عاملة لنا مشاكل، لكن كمان هي في الأساس سوق مغري لأي مستثمر على المستوى الدولي. ومصر الحقيقة ما بتوعش، ومصر بحكم كمان السنوات السبع الماضية برنامج الصحة الاقتصادي اجتزناه بنجاح. مصر اسمح لي بس أنا في النص، مصر ما توقعش ده تمني ولا دي قراءة؟ لا ده واقع. واقع. واقع مصر ما بتوقعش الحمد لله. مصر في احلك الظروف والازمات، مارينا 2011-2013 كانت فتره صعبه جدا ومصر ما وقعتش. ولا المصريين هيقبلوا ده ولا هيساعدوا في ده وهيمنعوه بالتاكيد، ولا المجتمع الدولي يقبل ده. وفي ضوء ده خلينا نقول انه احنا دوله على المستوى الاقتصادي جيده. يعني احنا حاليا افضل كثيرا مما كنا عليه قبيل 3 نوفمبر 2016. اكيد. ومع هذا بتقابلنا تحديات كبيره للغايه في الظروف الحاليه، بتواجهنا تحديات، التحديات دي بتواجه العالم كله
ومؤثرة علينا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. تمام. طيب بداية مصر واصلة لفين على المستوى الاقتصادي قبل الأزمة؟ احنا بنتكلم على دولة من بين الدول القليلة على مستوى العالم اللي بتعمل معدل نمو اقتصادي مرتفع 5.6% كان الأعلى قبيل جائحة كورونا. بنتكلم على عجز للموازنة العامة للدولة بيتقلص عام بعد آخر. بنتكلم على نسبة الدين للناتج المحلي بتتقلص عام بعد آخر. بنتكلم على معدل البطالة بيتقلص. بنتكلم على كل مؤشراتنا على مستوى الاقتصاد الكلي الحقيقة كانت بتتجه لمزيد من التحسن قبيل جائحة كورونا. كويس. لما جاءت جائحة كورونا الحقيقة من الأمور المهمة أن الحكومة المصرية قابلت تتباتى بدرجة عالية من المرونة، قابلت الانحراف جزئيا عن مستهدفاتنا على المستوى الاقتصادي علشان نجتاز أزمة كورونا، وده اتصور ان احنا كمان نجحنا فيه. يعني قبلنا انه عجز الموازنه يزيد او ما يوصلش لمستهدفنا، قبلنا انه نسبه الدين لا تصل لمستهدفاتنا، قبلنا انه معدل البطاله تنحدر نسبيا عن مستهدفاتنا، لكن اجتزنا المرحله اتصور انه بشكل طيب للغايه. صحيح. ثم اتت الحرب الروسيه الاوكرانيه. والحقيقه الحرب دي اثرت بدايه على الاقتصاد العالمي. خلينا نقول هي اثرت ازاي على الاقتصاد العالمي. أثرت على الاقتصاد العالمي بداية من ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة أثر على كل دول العالم. أيوه. لأنه الطاقة مش بس بشكل مباشر بتأثر على الاستهلاك المنزلي، على دي عاملة زي الزيبة. صحيح. زي الزيبة. صحيح. كل السلع والخدمات بتتأثر بيها. بنتكلم على حركة الشحن، النقل وما إلى ذلك. استتبع ارتفاع اسعار الطاقه انه معدلات التضخم ارتفعت في كل دول العالم. يعني امريكا اعلى معدل تضخم في 40 سنه، بريطانيا، المانيا، فالحقيقه كل دول العالم بتئن من ارتفاع معدل التضخم. في مواجهه ارتفاع لمعدل التضخم ومحاوله السيطره عليه بتتجه البنوك المركزيه على مستوى العالم لرفع سعر الفائده. صح. طيب رفع سعر الفائده ده هيحقق ايه على ارض الواقع؟ طيب خلينا الاول بس بالراحه عشان الناس اول ما تسمع الكلمه دي من حضرتك هيرن في دماغها قرار البنك المركزي الاسبوع اللي فات الامريكي، وتقول ده عملوه ليه وهياثر علينا ازاي؟ هو بدايه الفدرال الامريكي كان بيستهدف قبيل اندلاع الحرب رفع في اسعار الفائده الامريكيه مع عدد من بس الاتلاح. مش بالنسبه دي. قبل الحرب. قبل الحرب كان التقدير ما بين 2.5 و3% خلال العام. في اربع اجتماعات، في خمس اجتماعات، في ست اجتماعات. جاءت الحرب علشان تحقق اكتر من امر. الامر الاول انه تقريبا كل اجتماع للجنه الفدرال الامريكي هنلاقي فيه ارتفاع. الامر الثاني انه بعد ما كنا ماشيين بمعدل 25 نقطه او ربع في المية، الاجتماع الاخير اتكلمنا على 50 نقطه، يعني نص في المية. وبالتالي نتوقع الاجتماعات القادمه ممكن يكون في نص او اعلى كمان من نص، ونتوقع ان كل اجتماع للفدرال الامريكي هيكون فيه رفع لاسعار الفائده. بالتبعية معظم البنوك المركزية على مستوى العالم بتتجه لرفع أسعار الفايدة علشان تحافظ على عملتها، لأنه رفع سعر الفايدة على الدولار من شأنه أنه بيحدث خلل كبير في حركة تدفق رؤوس الأموال، بيساند الدولار الأمريكي على حساب باقي العملات. بيخلي العرض والطلب يميل لصالح الدولار. الدولار. ومش بس في مواجهة العملات، لكن كمان حتى في مواجهة الأمور البديهية زي الذهب مثلا. طيب يعني قبل ما اخش في الذهب جمله، معلش انا بس بحاول اخد من كلام حضرتك وابسط شويه عشاني وعشان الناس اللي مش متخصصين زيي. حضرتك قلت دلوقتي انه بعد رفع البنك المركزي الفدرالي الامريكي معظم البنوك المركزيه في دول العالم هتتجه الى رفع سعر الفايده. صحيح. وده اللي حدث في الاجتماع السابق. تمام. قبل السابق. تمام. ومتوقع انه يحدث في خلال الايام القادمه. هنا المواطن اللي بيسمع، المواطن المصري بيسمع حضرتك يقول لك طب ما خير لما البنك المركزي يقول لنا ان الفايده هنا هتطلع معناها ان انا ايداعاتي هاخد عليها فايده اكتر، فده خبر مفرح. تمام. طيب او هكذا السذج من امثالي يعني يقولوا. طيب هو رافع سعر الفايده بشكل مباشر يسعد البعض اللي عنده مضخات في البنوك. صح. طيب هو انت لما هتاخد عائد عالي على مدخراتك، البنك العائد اللي هيديه لك ده هيحط عليه جزء حته اضافه وهيمنحها لمجتمع العمال اللي بيشتغل وينتج. فمجتمع الاعمال اللي بياخد اموالك اللي هي موجوده في البنوك، تمويل او قروض فهياخدها بسعر عالي. فلما ياخدها بسعر عالي التمويل تكلفته جزء من التسعير، من تكاليف الانتاج، هيرجع يبيع لي انا بقى المواطن السلعه بسعر اغلى من الفايده اللي انا خدتها من الودائع. وعاده تكلفه التمويل في الاقتصاد لما بتزيد بتزيد بمعدل اعلى من المقابل بتاع الودائع. طبعا. وبالتالي مش هيخسر. يبقى لو احنا المواطن المدخر كان سعيد في الاجل القصير او للحظه الاوليه، لكن بعد كده
هيدفع أكتر من اللي خده زيادة على مدخراته في ارتفاع أسعار السلع. تمام. فده على مستوى مؤسسات العمل. لكن كمان في بعد آخر إنه تكلفة التمويل لما بتزيد ما هي الدولة بتقترض، هي كمان زي مجتمع الأعمال. صح. ولما بتقترض الدولة بتدفع ثمن الاقتراض، فرفع سعر الفائدة 1% بيكبد الموازنة العامة للدولة سنويا 50 مليار جنيه. أوف. فال 50 مليار جنيه دي هتتحمل على الموازنة، هتيجي طبعًا بقى على باقي بنود الموازنة العامة، تيجي بقى على التعليم، على الصحة، تيجي على البعد الاجتماعي، تيجي على بطاقة الأمن. في دروب 50 مليار. وبالتالي احنا بنوازن ما بين مصلحة المدخر ومصلحة الاقتصاد ومجتمع الأعمال. لكن احنا الحقيقة بيحكمنا مؤشرات، يعني متخذ القرار في إدارة السياسة النقدية بيحكموا عدد من المعطيات لما بيجتمعوا لجنة السياسة النقدية بيبقى عندها معطيات بيتم تقييمها. طب قبل المعطيات يا دكتور، عشان برضو نقطة مهمة الناس سألت فيها خلال الفترة اللي فاتت، القصة دلوقتي كنا بنتكلم على أن أمريكا بالقرار بتاعها دعمت عملتها، دعمت الدولار في مواجهة العملات الأخرى. صحيح. صح؟ طيب اللي حاصل من روسيا خلال لعبة تكسير العظام بتاع فكرة أنه يا الروبل يا بلاش بالبلدي كده يعني، وانه في دول اذعنت بسبب امتلاك لروسيا للطاقه، ففي دول اوروبيه ودول اسيويه اذعنت لفكره انها هتشتري سلعها وخدماتها من روسيا بالروبل، ده يعمل حاجه في فكره الدولار ويخلينا احنا كمصر او كدول عالم تبتدي تخرج شويه من اسر التبعيه للدولار؟ خلينا نقول انه شكل الاقتصاد العالمي بيتغير، وما يتعلق بالعملات جزء منه. بمعنى انه الدولار هيبقى اقوى ولا دوبل ولا اليوان، دي ده 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 جزء، ده عرض، لكن هيظل انه الاقتصاد العالمي شكله بيتغير. شكل الاقتصاد العالمي بينشق نصفين. الحقيقه الولايات المتحده من بين اهدافها الاستراتيجيه انها نجحت في استعاده الغرب او الاتحاد الاوروبي مره اخرى في صفها، وابعدت روسيا عن الاتحاد الاوروبي. لكن على ما يبدو كمان روسيا استعادت الصين وبقوه. صح. لجانبها. والحقيقه الصين كانت لو استعادت حلفائها كمان اعضاء الجمهوريات السوفيتيه السابقه خلاص تقريبا بقوا في العباءه. لا، وفي تكتل اقتصادي واضح، وفي تكتل اقتصادي خفي في الشرق، يعني صح. الهند قريبه، باكستان، في دول الحقيقه بتتحرك في المنطقه دي اما بشكل ظاهر او بشكل خفي في اطار المواجهه مع تحالف الغرب اللي بيقوده الولايات المتحده الامريكيه والغرب. فشكل الاقتصاد بيتغير. هيتغير ايهما هيكون الاقوى، ايهما من العملات هيكون الاقوى، ما نقدرش نحكم دلوقتي. ما نقدرش. لكن سؤال اعتراضي في النص كده يا دكتور، معلش انا اسف، هو امتى اللحظه التاريخيه اللي انا بعتبرها لحظه سيئه؟ لما اعتمد العالم الدولار كعمله رسميه. يعني انا من وانا بلبس شورت من زمان، اي صفقه ما بين اي دوله ودوله حتى لو امريكا مش طرف فيها، يعني الصين بتشتري حاجه من الهند بالدولار، مصر بتتعامل مع روسيا تشتري منها قمح او بتشتري منها بالدولار، فكل العالم اشتغل في خدمه الدولار الامريكي على مدار اكتر من 70 سنه دلوقتي. صحيح. ليه يعني؟ باماره ايه؟ ليه باماره انه امريكا هي العنصر الاقوى. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو انا نص حجم التبادل التجاري ما بيني وما بين الولايات المتحده الامريكيه، فانا هستورد من الولايات المتحده الامريكيه باي عمله؟ بالدولار. صح. فلو انا او الجزء الاكبر من العالم تجارته رايح مع امريكا، فاحنا مجبرين ان احنا نتعامل بالدولار. حتى في التعاملات ما بين الدول اللي امريكا بره الصفقه؟ يعني مصر روسيا، مصر الهند، مصر الصين. ما هو المساله مش بس في اطار العلاقه الثنائيه. المساله انه كمان انا عندي نقد اجنبي بعيد عن الجنيه. عندي دولار وعندي يورو وعندي يوان وعندي روبل. مظبوط. طيب النقد الاجنبي اللي موجود عندي ده ما بيتحطش تحت البلاطه، ما بيتحطش في المخزن. ده بيستثمر. طب ايه هي ادوات الاستثمار الاعلى سيوله، الاكثر امان، الاعلى ربحيه على مستوى العالم؟ هل هي الجزء الاكبر منها بالدولار؟ نروح للدولار. وبالتالي احنا في اطار احنا عندنا صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي موجود في سله من العملات، مش عمله واحده. صح. وبيوظف خارجيا وتوظيفاتنا لها معايير البنك المركزي بيراعيها. صح. فهل ممكن يعني حتى لما لسه البنك المركزي اعلن انه نهايه شهر ابريل ارتفاع الاحتياطي بتاعنا ل 37 مليار صحيح. دولار. صحيح. دولار يعني. لا هو مش دولار، هو مقوم او مقيم بالدولار، لكن هو مش كله دولار. لا انا قصدي انه في النهايه الاعلان كده ارتفاع ل 37 مليار دولار على اعتبار انه النسبه الاعلى في المعادله هو في الدولار. تمام.
ففي ضوء ده انه الجزء الاكبر من الاقتصاد العالمي بيتحرك في الدولار على اعتبار انه امريكا هي الشريك التجاري الاهم لمعظم دول العالم. طيب المعادله دي بتتغير تدريجيا على مدار العقدين الماضيين، بتتغير تدريجيا. الصين الحقيقه بتقترب بشده انها تلعب الفراغ اللي الحقيقه بتنسحب منه الولايات المتحده الامريكيه، اخذا في الاعتبار انه على ما يبدو في دول كثيره على مستوى العالم لديها رغبه قويه في الاقتراب من الصين لعدد من الامور. الامر الاول انه الصين اقتصاديا بتلعب دور بعيدا عن الاملاءات السياسيه. امريكا طول عمرها بتلعب اقتصاد مخفي في السياسه. مظبوط. فالعديد من الدول مش بس الناميه لكن كمان الدول الاقتصاديه الحقيقه بتجد انه الصين هي التي يمكن ان تلعب او تقود المشهد الاقتصادي العالمي بعيدا عن الاملاءات السياسيه، الضغوط العسكريه. طيب. طبعا المتغير بيحصل دلوقتي بان روسيا بتحاول تفرض عملتها بقوه الطاقه، لكن احنا عايزين ننزل بقى، يعني خلينا ننزل شويه بعيد عن المشهد العالمي لانه المواطن دلوقتي عايز يركز في المشهد المصري. احنا عندنا مستويين، مستوى الدولة المصرية ومستوى المواطن المصري. عايزين نتكلم الأول عن الدولة المصرية. أولا، هل من وجهة نظر حضرتك، لأن احنا برضو دورنا في الإعلام هنا ومن خلال استضافة خبراء ومتخصصين زي حضرتك، إن احنا نسمع متخذ القرار أفكار واقتراحات ربما يجدوا فيها شيء بخلاف اللي هم بيفكروا فيه، فيبقى زي البرين ستورمينج كده الإعلامية. هل احنا كمنظومة اقتصادية ومصرفية مصرية محتاجين نعمل سياسة معينة، نعمل ردة فعل معينة، نعمل اكشن مختلف بعيدا عن اللي بيحصل دلوقتي بحيث ان احنا نحاول نقلل شويه الفاتوره اللي بندفعها؟ انا هنا بكلمك عن الدوله لسه مش الفرد. طيب هو مؤكد احنا بنتعامل في اطار موقف دايناميك، الموقف عمال يتغير كل يوم على مستوى الدولي. واحنا الحقيقه مش في اطار سياسه الفعل، احنا في اطار سياسه رد الفعل اللي بيجي لنا من الخارج. مجبرين يعني على كده. كل دول العالم مجبره انها تتاقلم تتوافق مع ما يحدث على المستوى الدولي. لكن من الامور الطيبه ان احنا الحقيقه استوعبنا دروس سنوات وعقود ماضيه كبيره انه احنا ما بنطولش عشان ناخد دي اكشن، يعني ايه؟ لا، لحظه بلحظه بنتابع وناخد قراراتنا بسرعه، بعد رد فعل سريع، بعد رد فعل سريع، لانه البطء في اتخاذ القرار بيخلي الكلفه عاليه. صح. فده بيحدث. ما يتعلق بمؤسسات الدوله الحقيقه كلها بتتحرك، البنك المركزي بيجتمع كل فتره سواء كان في اطار الاجتماعات الدوليه لجنه السياسه الناديه او في اجتماعات طارئه زي ما شفنا الاجتماع السابق، ما يتعلق باقرار اسعار الفائده، ما يتعلق باعطاء مرونه اعلى لسعر الصرف، كل ده بيتخذ في ضوء المعطيات. لكن والحقيقه المعطيات مش بس ما يتعلق بمعدل التضخم الداخلي حجم السيوله، لكن المعطيات ما يتعلق بتحركات اسعار الفائده على المستوى الدولي وغيره. ما يتعلق بباقي مؤسسات الدولة على وجه التحديد الحكومة بتتحرك، بتتحرك مش بإطار رد الفعل، لكن كمان الحقيقة احنا عندنا استراتيجية الدولة المصرية بتتحرك فيها على مدار السنوات السبع الماضية، هو رفع نسب الاكتفاء الذاتي في الحاجات الأساسية والاستراتيجية، مش بس السلع اللي بيحتاجها المواطن لكن كمان السلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها الاقتصاد. بنتكلم قطاع الدواء، بنتكلم على قطاع الصناعه، الحقيقه قطاعات تحتاج لدفع نسب الاكتفاء الذاتي. هنا بقى في نقطه مهمه يا دكتور قبل ما ننتقل للاقتصاد الفردي، دي مهمه لانه لازم يكون عندك داتابيز، واعتقد ان ده تحقق في الدوله المصريه من خلال قاعده بيانات والربط الالكتروني اللي حصل، فبقى عندك تقريبا دلوقتي خريطه يعني لمقدراتك وامكانياتك وعوامل النقص اللي عندك. بتهيألي ان احنا محتاجين دلوقتي مساله تبادل وتوافق، يعني احنا عرفنا دلوقتي انه مشكلتنا مثلا في القمح والازمه دي اثرت بسبب كذا، فيجب ان احنا يا اما نزود من زراعه القمح بشكل معين، يا اما نقلل استهلاكنا من القمح عشان نقلل رغيف العيش في مقابل مثلا دعم الرز، يعني لازم. انا طبعا بقول كلام كده محتاج دراسه، بس انا بتكلم على امثله، محتاجين ان احنا نشوف الازمه دي علمتنا ان احنا ازاي ما نبقاش اكثر تبعيه واكثر احتياجا للغرب او للعالم. في اطار محدوديه الارض الزراعيه، في اطار السياسات الخاطئه اللي هي طبعا يعني هو في اطار المتاح من المياه، احنا عندنا تركيبه محصوليه وبنفاضل ايهما على في القيمه المضافه، يعني افضل ان ازرع قمح ولا ازرع رز ولا ازرع موالح ولا ازرع نباتات عطريه ولا ازرع قطن علشان القيمه المضافه اعلى وعندي مصانع شغاله وما الى ذلك. فدي بيتم تقييمها. تمام. فخليها للمعنيين بذلك، لكن بس انا قصدي ان هي دي بتبقى اللحظه المناسبه لاعاده التقييم. طبعا طبعا، يعني احنا مؤكد كل محنه بنطلع منها بدروس مستفاده، ومؤكد انه بيتم التقييم ومراجعه السياسات المختلفه في قطاع الزراعه، في قطاع التجاره، في قطاع الصناعه وما الى ذلك. لكن كمان الحلول بتاخد فتره زمنيه.
وكمان المشاكل والتحديات بتخلي في بعض المزايا. يعني احنا لما بنرفع اسعار توريد القمح ده بالتاكيد بيحسن شويه من تكاليف الزراعه فبيغري أكيد. المزارع. فالحقيقه مش كلها قرارات حكوميه تتطبق في لحظه. ده كلام مظبوط. قرارات الحكومه بتاخدها او مؤشرات بالنسبه للحكومه، لكن على في تطبيقها على ارض الواقع بياخد بعض الوقت، ما بيبقاش القرار منفرد بايدين الحكومه. طيب انا هتوقف هنا، عندي فاصل، هروح للفاصل ونرجع نكمل، وبعد الفاصل بقى نرجع للاقتصاد الفردي، انا وانت وهم نعمل ايه. هنروح لفاصل، بس قبل الفاصل للاسف الشديد خبر اللي انا بقول لكم حصل، اللي احنا كنا خايفين منه. الاتحاد الافريقي منذ دقائق قرر إقامة مباراة النهائي في كأس في دوري رابطة الأبطال الإفريقي في المغرب. قال لك بعد انسحاب العرض السنغالي باستضافة المباراة، كلام كده مش فاهمه، تم إقرار مباراة النهائي ما بين غالبا الأهلي والوداد، يعني هم الأقرب للصعود في المغرب يوم 30 مايو. شوف بقى اتحاد الكرة والأهلي هيسكتوا على الكلام ده ولا لأ. حافظوا على حقكم يعني. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل ووصلنا الى السؤال المحوري اللوزعي اللي عند كل واحد فينا، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ كل مواطن دلوقتي بيعمل حساباته وبيشوف الازمة دي اللي مؤثرة عليه بشكل مباشر، ايه التصرف الامثل خلال الفترة اللي جاية. واحنا عندنا هنا مستويين يا دكتور هشام، مستوى الميسورين اللي معاهم فلوس، فده بيسأل اسئله غير اللي بيسالها غير الميسور طبعا. سؤال بقى اللي هو، طب انا لو معايا قرشين احطهم في البنك مع توقعات زياده سعر الفايده، وان توقعات ان في شهادات سواء اللي موجوده دلوقتي ب 18 او احتمال تنزل ب 20 او كده، ولا شغلها في التجاره والصناعه، ولا اشتري ذهب لان بيقول لك الذهب هو اللي السلعه اللي هتبقى مش عارف ايه. ده الميسورين. اما بقى غير الميسورين اللي بيقول لك ده انا مكبل بالاقساط وعندي مشكله وعندي احتياجات، طب القرشين الصغيرين اللي معايا اصرفهم دلوقتي في احتياجات اللي عايزها، ولا احوشهم عشان مش ضامن يجي لي تاني؟ بصراحه كان الله في عون الناس. هو بدايه زي ما قلنا انه من المحنه مهم ان احنا نطلع بدروس مستفاده. من بين الدروس المستفاده انه لازم يبقى عندي فكره الاحتياط الاستراتيجي، يعني وقت الرخاء مهم انه يكون عندي. كان دلوقتي على الفرد. على الفرد. مهم ان احنا نراجع نمط سلوكياتنا، وما يجبش انه يبقى انفاقي اكتر من دخلي، وده احنا اللي هي بنشوفه في معظم بيوتنا، من انفاق اكتر من الدخل. من خلال الاستسهال في ادوات الديتيل، الفيزا والماستر، ودي فلوس انا مش حاسس بيها، ولما بتيجي الازمه بتبقى مشكله كبيره لانه ادوات التمويل دي تكلفتها عاليه جدا. صح. وخاصه في ظل ارتفاع اسعار الفايده، فهيلاقي المواطن اللي عنده الادوات ديت هيلاقي انه محمل باقساط عاليه جدا، فدي هتعمل مزيد من الضغط عليه. فمهم قوي انه وقت الرخاء نكون عاملين حساباتنا لوقت الازمه. دي مساله مهمه. الامر الثاني هو موضوع مراجعه النفقات. يعني مهم ان احنا نراجع نمط مش بس الانفاق لكن كمان نمط سلوكياتنا. احنا بنتعامل ازاي كل يوم؟ نمط الاستهلاك، نمط الشراء، الحقيقة مهم انه يبقى في يعني خليني هنا اقول ان اول درس او اول نصيحة انه احنا لازم نقف ونغير ما كنا نفعله. صحيح. لانه ما كنا نفعله في الرخاء لا يجب ان احنا نكمل بيه في الازمة. ولازم ده رقم واحد. ولازم يحكم العقل والمنطق في تصرفاتنا. بمعنى انه كل حاجة لازم نخضعها للعقل والمنطق. انا اللي بصرفه ده المفترض بيكون موزع توزيع منطقي، جزء للمأكل والمشرب، جزء للمسكن، جزء للتعليم، جزء للدعاية الصحية، جزء للترفيه. فلازم يبقى فيه نمط علشان لما اجي انزل اعمل شوبينج السكينة ما تسرقنيش. فلاقي البند اللي انا المفروض مخصص له 10-15% خد 70-80%. صح. ودي الحقيقه كلنا بنقع في هذه المشكله. مظبوط. بنبقى نازلين نشتري حاجات والمفترض تقديرنا ان احنا نشتري مثلا ب 100 جنيه فنلاقي الفاتوره بقت 1000 جنيه وراحت في نفقات ما كناش مرتبين لها. صح. فده من الانماط وده اللي بيسهله زي ما حضرتك تفضلت، سواء الفيزا او القسط. او القسط. فدي الحقيقة من الأمور المهمة. الأمر التاني أنه علينا أن احنا الحقيقة نراجع فكرة الدخل بتاعنا، بمعنى أنه احنا محتاجين نغير من فكرنا فيما يتعلق بالوظيفة أو الوظائف. احنا زي ما ظروف الكورونا غيرت من أنماطنا الشرائية وخلت الأونلاين هو الأعلى، طب ما احنا ممكن نعمل دخل من خلال أونلاين برضو.
يعني هو يعني زي الرساله اللي انا بوجهها دايما لكل المستوردين وبيزعلوا مني، هو انت بتستورد طب انت ليه ما بتصدرش؟ يعني هو انت ليه وان واي؟ يعني هو المساله فيها خطين، يعني زي ما انت بتستسهل وتشتري من الاونلاين ليه ما تسعاش ان انت تعمل حاجه وتبيعها على الاونلاين؟ تمام. ودي ما فيش اكتر من الافكار الخاصه بهذا الجزئيه. انت هنا بتتكلم على ان انا ازاي ادور على مصادر لزياده دخلي. صحيح. تمام. يعني 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 دي فكره سهله، انا كل واحد عنده في البيت مثلا ممكن يكون في عنده حاجات مش محتاجها، ابتدي اعمل موقع واعرضها للبيع لما تجيب لك دخل. تمام. عندك وقت ممكن تستثمره بس في الامور اللي تفيدك وتفيد الاخرين، مش اللي تضيع من وقتك ووقت الاخرين. مفهوم. ففكره ان احنا دايما ما نبقاش مشغولين طول الوقت ان احنا بنصرف، لا، جزء من الفكر ندور ازاي ندخل نجيب الدخل. طيب خليني برضو في النقطه اللي حضرتك ذكرتها، لان انا متهيألي هي دي مربط الفرس اللي كلنا هنوع فيها الفتره اللي جايه، وهي فكره النمط الاستهلاكي او الشكل الاستهلاكي بتاعنا كلنا. لازم نعترف ان احنا كمصريين او كشعوب شرقيه بصفه عامه احنا شعوب استهلاكيه باكتر من شعوب انتاجيه، للاسف للاسف، الا طبعا الفئه المنتجه بشكل كبير، لكن بصفه عامه كلنا بنحب الاستهلاك، بنعشق فكره الاستهلاك. لو انا عايز ارشد الحكايه دي اعملها ازاي من غير ما احسس اسرتي بالنقص او بالحرمان؟ هو بدايه اللي هتلاقيه بيقتصد في الاستهلاك او في الشراء بالمناسبه هو الاغنياء مش الفقراء. يعني هتلاقي كبار رجال اعمال، مهندس نجيب ساويرس او غيره او غيره، هتلاقيهم هم كمان وهم بيشتروا بيراجع نفسه 100 مره. يا سلام. لان هو اتربى على كده، اتعلم كده، اتعلم على انه مهما كان الدخل بتاعه لازم في انفاقه يكون رشيد ومنطقي وعاقل. فالمنطق اللي موجود عند الكبار رجال الاعمال وعند الاغنياء يجب ان يكون عند الناس البسيطه اللي دخلها محدود. لا ده دول بتوع اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. ما هو الحقيقه الامثال دي الحقيقه يعني محتاجين نراجعها. فمحتاجين طبعا نراجع الانماط الشرائيه والانماط الاستهلاكيه، وانه يكون في منطق مش بس في اطار الماده والفلوس، لكن كمان في اطار الصحه. يعني مش بالضروره ان احنا نقعد ناكل كتير في الطاقه الواحده، مش بالضروره ان احنا ناكل صح. كل حاجه مش بس يعني كده يا ريس، على الاسر المتوسطه والفقيره وحتى الميسوره لابد ان تراجع فكره التغذيه، انه لازم ترجع النسبه من الاصل الاكل في البيت. صحيح. دلوقتي العكس هو اللي حاصل، انت بتاكل الشباب دلوقتي ومعظم الاسر بتاكل يوم او يومين في البيت، والخمسه فاست فود واكل من بره. صحيح. اللي هو بخلاف التكلفه الماليه غذائيا وصحيا كمان بتدمر نفسك. صحيح. فدي الحقيقه من الامور اللي احنا محتاجين نرجعها، ومحتاجين كمان ما نستسهلش في مساله انه يبقى الاكل صحي وسليم وموفر. موفر دي مهمه جدا. وصحي وسليم، لان صحيح. احنا في النهايه جزء من الدخل بيروح على الانفاق الصحي بسبب العادات السيئه اللي احنا بنمارسها في الفاست فود وغيره. مظبوط. فالكلام ده الحقيقه محتاجين نراجعه. طيب ازاي تقنع المواطن بانه، وانا عارف ان الكلام ده انا هقوله ده هيزعل مني واحد صاحبي حبيبي يعني، لانه هو بيشتغل في التقسيط، شغلته التقسيط، فالكلام ده انا هقوله ده هيزعله مني، بس معلش عشان خاطري لمصلحه الناس. التقسيط زي ما مثل انفراجه لكتير من الناس انها تحقق تطلعاتها اللي غير قادره عليها في اللحظه الحاليه بسبب قدرتها الشرائيه انها تشتري اللي هي نفسها فيه ويمكن اعلى من قدرتها بس بالقسط، الا انه كبل الناس بديون مستقبليه وما عملتش حساب الازمه. طيب التوجيه اللي حضرتك بتقوله وصاحبك وصديقك هيزعل منك، انا بقوله على مستوى القطاع المصرفي والبنوك بتزعل. انه عادة البنوك بتغلب مصالحها الخاصة على مصلحة الاقتصاد ككل، وبالتالي بيستسهلوا ويتوسعوا كثيرا في ادوات الديتيل، اخذا في الاعتبار انه الفيزا والماستر والقروض الشخصية اكثر ربحية بالنسبة للبنوك من قروض الانتاجية. طبعا. وبالتالي احنا محتاجين اكثر ربحية للبنوك من التمويلات اللي رايحة في قطاعات الانتاج. صح. فاحنا كمان على مستوى القطاع المصرفي محتاجين ان احنا نراجع ده، ورساله محتاج ان انا اوجهها في الوقت الحالي للبنك المركزي، لان هو الحقيقه كمان اعطى مزيد من التسهيلات في ما يتعلق بالسقف اللي بيتاخد عليه التمويل الشخصي اللي كنسبه من الدخل. محتاجين انه في وقت الازمه، في موجه ارتفاع تضخم عاليه، في موجه ارتفاع اسعار، ان احنا ننزل تاني بالمستهدف ده، ويبقى ما يوجه للانتاج هو الجزء الاكبر في التمويلات الانتاجيه، هو الجزء الاكبر من التمويلات الاستهلاكيه. يعني التمويل اللي بيروح للانتاج وللصناعه وللزراعه يبقى اكتر من القروض الشخصيه
أو شراء السلع. ما هو القطاع المصرفي بيوجه جزء للإنتاج عشان يزيد من الإنتاج وجزء للاستهلاك عشان ينشط الطلب. لكن احنا في موجة تضخم وفي ارتفاع أسعار، فأنا محتاج إن أنا أزود من الإنتاج من المعروض من السلع، مش محتاج إن أنا أزود الطلب عشان ما أزيدش من الضغط على ارتفاع الأسعار. كلام مظبوط. فالرسالة اللي بنوجهها للمواطن، بنوجهها للبنك المركزي، بنوجهها للقطاع المصرفي. محتاجين كمان نوجه رسائل للحكومة. طب قبل الحكومة في نقطة، عشان برضه أبقى أمين في العرض من ناحيتين، في مسألة القسط المواطن يقول لك أنا عارف إن أنا بدفع الفوايد وبجيب اللي انا نفسي فيه، بس في ميزه في القسط ان انا بثبت سعر. يعني انا بشتري السلعه دي مثلا ب 100,000 جنيه وبدفعها على سنتين ثلاثه، فخلاص انا ثبتت سعرها، لانه الاسعار بتزيد، لو انا جيت اجيبها السنه الجايه ممكن تبقى ب 100 وي. طب هو عاده المواطنين العاديين ما بيعرفوش يحسبوا تكلفه التمويل في القروض الشخصيه. ده غالبا كلنا. وبالتالي يعني هقولها لهم كده عشان ما يدخلوش في تفاصيلها. لا يعني هو اصل القطاع المصرفي فاهم وبيعمل ايه. وبالتالي يعني نتمحل مش قليلا كثيرا في الاستسهال في الحصول على قروض شخصيه. القطاع المصرفي هيزعل من الكلام ده الحقيقه، بس انا مضطر اقوله وقت الازمه. لكن لما يبقى الحال فيه رخاء مفيش مشاكل ابدا ان احنا نتوسع ونمنح عشان ننشط. لا ما بقاش الكلام للقطاع المصرفي بس، احنا بنتكلم كمان المواطن ما يستسهلش حتى فكره التحصيل اللي على 5 سنين وسبع سنين، لان انت بتلزم نفسك بديون لمده 7 سنين، انت مش عارف دخلك هيبقى عامل ازاي والتضخم عامل ازاي ونسبه الفوائد اللي بتدفعها دي هتقدر تكمل عليها ولا لا. الازمه الماليه العالميه اللي حدثت 2008 2007 2008 كان سببها هو النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. وفي امريكا انه استسهلوا في الحصول على قروض شخصيه في المورجج في التمويل العقاري، الرهن العقاري، الرهن العقاري، وبالتالي ادت لازمه ماليه عالميه. وبالتالي خلينا نراعي على مستوى المواطن العادي وعلى مستوى قطاع المصرفي وعلى مستوى البنك المركزي المنظم والرقيب انه بنتحرك مع الوضع الاقتصادي. وقت الرخاء، وقت زياده الانتاج، مفيش مشاكل ابدا، مفيش مشكله انه الافراد يقترضوا اكتر، قروض شخصيه وقطاع مصرفي يقرض اكتر، لكن وقت ازمه، وقت ارتفاع معدل التضخم وارتفاع اسعار، احنا طالحين شهاده 18% عشان نمتص السيوله، فما يصحش في التوقيت ده ان احنا كمان نستسهل ونزيد من التيسير في منح قروض شخصيه علشان يبقى انا كده بشتغل حاجتين ضد بعض. تمام. فده ما يتعلق بالمواطن. ما يتعلق بقى الحقيقه طيب فكره بقى ان انا اروح للدولار ولا اروح للشهادات ولا اروح للودايع ولا اروح لكذا، افضل استثمار او امن استثمار في هذه الفتره؟ طيب مساله التوجه للدولار حتى لو انا حاسسها مش هقدر اقولها. تمام. خلينا نقول انه تعاملاتنا داخل الاقتصاد بالجنيه بالعمله الوطنيه. ما عندناش سوق سوداء ومش هيبقى ان شاء الله عندنا سوق سوداء، والوضع الصعب اللي كنا فيه قبل 3 نوفمبر 2016 مش هيبقى موجود، لانه حتى اللي معاه دولار وهو بيحطه في القطاع المصرفي لازم يفصح عن مصدره. صح. وبالتالي مفيش داعي ان انت تتكلم على الدولار احسن في الاعتبار انه شركات صرافه في عليها مزيد من التقييد والرقابه، وبالتالي مش هتعرف تلعب في السوق سوداء تاني ده قولا واحدا. فبالتالي اللي هتذهب اليه ده ربما يمثل ليك بعد كده ازمه. واخذا في الاعتبار انه كمان المركزي بيعطي مدونه عاليه في سعر الصرف، وبالتالي هو ما كانش فيه مشكله خالص لما طلع من حوالي شهر وشويه 16% 17% في سعر الصرف، فلو استدعى الامر هيعمل ده. صح. فمساله الذهاب للنقد الاجنبي، عاده العمله هي وسيله للتعامل مش اداه استثمار. كويس. الذهب. الذهب خلينا نقول انه الذهب سعره عالميا انخفض بعد قرار الفدرال الرابع الامريكي. صح. وبعد ما الدولار شم نفسه وبعد ما اودوبل حقق سعر اعلى من السعر اللي كان عليه قبل اشتعال الحرب، فالعملات الذهب انا اسف الاستثمار فيها مش هو الاعلى، لكن هو الذهب عندنا في مصر مرتفع. ليه مرتفع؟ عشان النقطه اللي كنا بنتكلم عليها هو سعر الصرف. لانه مصنعي وتجار الذهب بيقيموا سعر الدولار بسعر مخالف للسعر الرسمي الحقيقي. يعني هو الدولار بنتكلم 18.5، هو بيقيم على 20 22، وبيعمل بيبيع على كده. فده تقييم مبالغ فيه. فلو الازمه ممكن في اي لحظه الازمه دي تنتهي اللي احنا فيه ده العبث اللي احنا ففي هذه الحاله هيحصل تقييم حقيقي للدولار، وبالتالي خسائر كبيره هتحدث. ففكره اللجوء للذهب كاستثمار مش هو ده الملاذ الامن. طيب ايه المصادرات اللي قدامنا؟ مصادر حاجه من اتنين، يا ما عنديش اي فكره وما عنديش رغبه وما عنديش قدره على تحمل مخاطر، خلاص هذهب للقطاع المصرفي للودائع، عندنا شهادات هي الاعلى 18%، اروح احط فلوسي اكثر امانا واحافظ عليها. طيب اللي عنده
افكار، اللي عنده معلومات، اللي بيحب يشتغل، اللي بيحب يقبل معامل مخاطر، يبتدي يفكر في عمليه انتاجيه. اخذا في الاعتبار ان عندنا كم من الفرص غير طبيعي غير طبيعي داخل الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالتصنيع. فرص. فرص رهيبه. احنا بنتكلم حاليا، ودي رساله اللي هوجهها بدايه لمجتمع الاعمال الحقيقه، انا هذه رساله بوجهها من عشرات السنين. على مجتمع الاعمال انه يوجد حلول لذاته. يعني في كل ازمه مجتمع الاعمال صوته بيرتفع بشده. وده سائل تهديد وانذار للحكومه والبنك المركزي الحقيقه، كما لو انه هو بديء. مع انه هو سبب الازمه. يعني احنا مجتمع الاعمال لو انا استبعدت صادرات الطاقه البترول والغاز انا بصدر ب 32 مليار. وبستورد ب 70 مليار. وبقالنا على كده سنين وسنين. اللي بيعوض الفرق ده تحويلات المصريين في الخارج، الاستثمارات الاجنبيه. ما احنا ما يصحش احنا نستمد كده. تمام. وبالتالي زي ما انت صوتك بيعلى قوي في الاستيراد وطالب نقد اجنبي، طب ما تجيب نقد اجنبي. وتساعد نفسك قبل ما اقول لك تساعد الوضع الاقتصادي. يعني تصدر. مش بس مبدئيا تنازل عن الاستيراد، شوف حل لمشاكلك، يعني احنا مؤكد في عندنا امور بنستوردها، لا لو فكرنا فيها كتير كتير، في سلع كتير الحقيقه يمكن الاستغناء عنها، بتيجي مستورده بتضيع لنا عمله صعبه وبتملى اسواقنا وبتظلم البديل المحلي. وضغط على الوضع الاقتصادي. وضغط على الوضع الاقتصادي. وصوت عالي جدا من مجتمع الاعمال والمستوردين، فالحقيقه دي رساله مهمه. انه ما يصحش احنا نستمد كده. طيب اخر رساله يا دكتور عشان الوقت. رساله بقى للحكومه، على الحكومه انها تسايد في عقد المزيد من الاجتماعات مع رجال الاعمال. ورجال الاعمال عليهم ان هم الحقيقه ينموا بياضهم بقى في الظروف اللي احنا فيها دي، المصريين على وجه التحديد، لانه الحقيقه في كم كبير من رجال الاعمال على الرغم من الدعوات المستمده والمتكرره من غير شخصيه، مش بس من الحكومه، يا جماعه احنا مش بنرجو بس تستثمروا، احنا طالحين عليكم مشروعات شغاله وبتنتج وبتربح وبارباح جيده جدا، وتعالوا ادخلوا معانا بقى. يعني الحكومه وقطاع الاعمال ومشروعاتنا القوميه جاهزه، مش بس ان احنا نخرج 15%، نخرج منها كليه. فان الاوان انه المجتمع الاعمال يبتدي يتحرك، والدوله تديله كافه الضمانات اللي هو محتاجها علشان يبتدي بس يتحرك زي ما حضرتك تفضلت في الاتجاه الصحيح. صحيح. والدوله تديله ضمانات في هذا الاتجاه، مش تديله ضمانات عشان يعمق فكره الاستيراد. لا ما خلاص فكره الاستيراد دي رساله واضحه للجميع، احنا مش هينفع نكمل كده، احنا مش كل كام سنه هندخل في صراع اقتصادي، ومش كل كام سنه هنضطر نخفض قيمه الجنيه. صحيح. والمجتمع كله بيدفع ثمن بما فيه مجتمع الاعمال. وبالتالي لا، هو على مجتمع الاعمال انه يبتدي يوجد حلول لمشاكله. ما هو الحقيقه مشاكل الاقتصاد ناتجه من مجتمع الاعمال. وبالتالي على مجتمع الاعمال اللي بيصدر دوما مشاكل للدوله للاقتصاد عليه انه يوجد حل ولو حتى مرحلي. حتى بس في ظل الازمه، لانه الخراب هيطول الكل. يعني قدر الله. احنا مؤكد عندنا العديد من السلع اللي ممكن احنا نصدرها، زي ما انت عامل شركه للاستيراد. صح. خليها استيراد وتصدير، هو عاده المسمى بيبقى شركه استيراد وتصدير، ما بيبقاش شركه استيراد بس، لكن هو بيشتغل في استيراد، هو شغال استيراد بس. فالحقيقه مجتمع الاعمال قال انه يبتدي يتحرك وبقوه. رساله للحكومه انها عليها ان تساعد في عقد المزيد من الاجتماعات مع رجال الاعمال، طرح مشروعات محدده المستثمرين ورجال الاعمال الجادين على الحكومه انها تحفيز وتسهيلات في اتجاه اللي يساعدني في الازمه مش اللي يعمق الازمه، على الحكومه انها تقدم اكتر من خطوه في الوقت الصعب اللي احنا فيه لمجتمع الاعمال علشان نساعد بعض، لانه اذا لم تقدم الحكومه يدها في الوقت الحالي لمجتمع الاعمال اتصور ان مجتمع الاعمال بيبتعد كثير، وبالتالي علينا في التوقيت ده ان احنا نديله ايدينا علشان نحاول نجذبه مره اخرى، لانه زي ما قلت انه في فرص غير طبيعيه لتحقيق مزيد من الربحيه. الاقتصاد المصري يحتاج للمزيد من السلع اللي بيتم استيرادها، ممكن بابسط حاجه ان احنا ننتج هذه السلع، مشروعاتنا اللي الدوله اللي هي قومتها ونجحتها لو الدوله تخرجت منها هيتاح موارد اخرى للدوله تعيد استثمارها مره اخرى، وبالتالي حركه الاقتصاد تكون في الاتجاه الايجابي. تشرفتني ونورتني، ودايما بسعد بالحوار مع حضرتك يا دكتور الشيخ. تحياتي. شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب. تحياتي. شكرا لحضراتكم، اتمنى يكون نجحنا في قراءه الوضع الحالي اقتصاديا سواء على مستوى العالم او على مستوى الاقتصاد الفردي. الوضع صعب، بس كل واحد فينا على الاقل يعرف انه اللي كان بيعمله قبل كده ما عندناش رفاهيه ان احنا نكمل فيه. ربنا يكشف الازمه، لكن احنا كمان علينا دور مهم. ربنا معانا ومعاكم. تصبحوا على خير، بكره حلقه جديده من اخر النهار.